أحلى 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 صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جزيرة كابري الإيطالية اللي قريبة من نابولي والسموحة. البارحة أنا قمت أخربط وأنا أصور في نابولي، ساعات أجيب كلمة ميلان ما انتبهت. السموحة السموحة منكم يا إخوان، هذا المينا. وأنصح مثل ما أقول لكم أني أنصح فندق إكسليسيون، في فنادق كثيرة لكن الفندق هذا مكانه عجيب. هذه المحلات اللي مقابلة المينا، وفيها اللي هني فيها الكهف الأزرق. الحين أنا بروح أشوف، لازم تروح لبالغارب كذلك، فيها مناطق حلوة إن شاء الله بنصورها فوق في القمة. عموما بنرسل لكم هذا الفيديو، والغادم أحلى إن شاء الله، وإن شاء الله أكون قد حسن ظنكم فيني. تذاكر الغوارب، إذا ننزل إلى المينا، هاي منطقة المينا، منطقة المحلات والدنيا. إن شاء الله أوصل لكم معلومة وصورة وفيديو يليق بكم وأتجول بكم وأنتوا جالسين في بيوتكم، خصوصا الناس اللي يرسلون لي يعني يشكروني على الشيء هذا، أن نشوف العالم بعدستك. إن شاء الله ما تشوفون إلا الزين. هذه من الجزر الحلوة العجيبة في إيطاليا، واللي يشار إليها بالبنان. الحين أحاول أخذ تذكرة إلى المغارة الزرقاء أو الكهف الأزرق. طبعا لازم نروح لبغارب. هذه عموما بصور اللي اقدر اصوره. الحين الساعة 11 صباحا، درجة الحرارة 19. اليوم السبت 26/11/2016 للتوثيق. فعلا جزاه الله خير اللي نبهني على هالشيء هذا. طبعا محمد الليبي ما انساه، هذا محمد الليبي تحية لك ولأهل الليبي جميعا، والجزائر ما يهونون، والمغرب على عيني وراسي كذلك. يا رباه، مكان يفتح النفس. لو انك زعلان، لو مطلق خمس حريم ثينية في هالمكان تنساهم وتاخذ خمس ايطاليات. لا يكون يسمعونا بعض الناس بس. شوفوا اول ما صعدنا من الباص من المينا، شو منطقة المينا تحت هني الين قمة الجزيرة هني فوق. طبعا هالمنطقة كلها منطقة الليمون، نابولي وما جاورها كلها ليمون، مزارع الليمون طبعا مغلبة، وبعض البرتقال والسنطرة. يوسف افندي، هاي الباصات صغيرة هني. هذا السيتي سنتر، سيتي سنتر للمدينة. لازم التاكسي غالي، لازم تستخدم هالباص، رخيص جدا، تقريبا يورو ونص إلى 2 يورو. ونتمشى في المدينة معاكم. اللي يقول لي، في واحد سألني سؤال صراحة كنت أتوقعه من زمان، لكن سبحان الله الليمون، شوفوا الليمون يدخل في كل مكان. سألني يقول لي ليش انت مركز على تركز على ايطاليا وايد، تحب ايطاليا تصير تروح تسافر ايطاليا. والله كنت انتظر هالسؤال من زمان، انا ساكت متعمد يعني، لكن هذا الشاطر سألني هالسؤال. هذا ايطاليا يا اخوان لها سحر خاص جدا، وما يعرف السحر هذا الا اللي يروح ويجي للبلد هاي. أنا بترك لكم المجال، كل حد باستنتاجه. ارسلوا لي وبعدين بقول لكم أنا شو اللي في خاطر، يعني شو اللي في بالي من هالملاحظات، لكن يمكن حد منكم يعرف الشيء هذا. مثل ما أقول لكم لها هالبلد هاي على كثر الإجرام اللي، يعني مو بالجرام، السرقات اللي فيها، يعني ما تقدر تخلي سيارتك
في مكان موقف عام ما تقدر يعني مول السرقات البيزة. مع ذلك لها حب كبير في قلبي، وأنا بترك لكم المجال واستنتاجاتكم الخاصة. إيطاليا فيها جزر مثل سردينيا، مثل سيسلي، مثل هاي كل الجزر لازم تروح لها بطيارة، يعني مو به المشكلة، لازم تزورها بطيارة. هذا شوفوا مركز المدينة، وصلنا البلدية، مبنى البلدية والكنيسة هني الأطلالة بتكون أحدى. يا رباه يا رباه، ترى مثل ما قلت لكم هذه الجزيرة تصلح للأرسام. وإن شاء الله أوصل لكم صورة حلوة للأماكن اللي أزورها. حبيت أنوه يا ناس، حبيت أنوه لكم أن هني في كابري من منطقة الميناء في عربة تجيبك لين هالمكان. هذه التقاطة أليمة من مكان، من زاوية ثانية، من زاوية ثانية يعني. وهاي تقريبا أحلى الجزر اللي قريبة من نابولي، أحلى الجزر جزيرة كابري. طبعا هذه العربة شوفوها سيدي لمنطقة الميناء. ساحة المدينة التقاطة ثانية، ساحة المدينة الصغير طبعا، مساحة صغيرة، مدينة صغيرة. هاي الكاتدرائية، ونواصل مسيرنا في السكك الضيقة. نواصل زين، ان اليوم يعني شوف الاجواء، كل ما تروح الجنوب الايطالي تكون ادفى، خصوصا على البحر اذا جزر تكون ادفى. اليوم السبت طبعا 26/11/2016. الفنادق 5 نجوم، هذا الاوتيل هذا اسمه، لكن انا اشوف الحين مسكر فندق. والشيء الغريب هني تلقى الماركات، اغلب الماركات العالميه. الحين شوفوا انا بروح لشارع كاماريلا، هذا الشارع، واتجه ناحيه البحر. هذا من الشارع الرئيسي، يعني من جاي من السيتي سنتر ونازل. هذا طبعا شارع التسوق الرئيسي في كابري، هذا واللي يوديك لين الميدان فوق. على سبيل المثال ماركت ديور، كل يعني اللي لاحظت اغلب الشركات العالمية موجودة، فالنتينو. اطلالة من فيلا جوفاس، هاي الفيلا من قرية كابري لين هني ماشي ساعتين. المشكلة ما في لا تاكسي ولا شيء، يعني مخلينها للمشاة. هذا الاسم شوفوا، الدخول ب4 يورو للشخص، فيلا جوفاس.
هاي من الأثريات، من الفيلا الأثرية في كابري، لكن المشكلة الوصول لها. هذه شوفوا شوفوا صورها في جوجل، حطوا الاسم فيلا جوفس وشوفوا صورها في جوجل، وبعدين بعد عقبها في فيلا ثانية، وبعدين بنرجع إلى كابري. هذه الإطلالة، يلا ندخل كلنا ورغي واحد واحد، بندخل الفيلا. التغاطة جانبية للإطلال. هذه إطلالة من قلعة القمة، من قمة القلعة، قلعة القمة. فيا إخوان ما أنصح حد يوصل المكان هذا، مجموعة يعني عبارة عن قلعة قديمة، حاليا كلها أطلال، ما فيها لا حدائق لا نوافير لا شيء مثل ما تشوفون. هذا المبنى فوق في القمة عبارة عن كنيسة صغيرة، وهذه الأطلال أطلال القلعة. عموما بس شوفوا كيف وهذا النصب جنب جنب الكنيسة. بس هذا الفضول وما يسوي، لكن عموما مثل ما خبرتكم ما لا حد يفكر يجي هالمكان. هذه العربة من المينا إلى كابري ب3.5 يورو للشخص الواحد، ونوي طريق واحد. الحين بتحرك خلال 5 دقائق. تحرك. من المينا يا اخوان، من المينا هذا مدخل العربة اللي توديك كابري فوق، الشخص ب3.5 يورو. وهذه اسهل طريقة وريح طريقة من التاكسي. التاكسي ياخذك ها لف لف يسار لف يمين لف، هو طالع فوق. انا نتمشى شوي. هاي للسيارات، سيارات وللناس. نواصل. شكرا للجميع، شكرا يا اخواني، اللي شكرا لجميع المتابعين. سموحه سموحه اللي ما رديت. اعرفكم على صديقي سعود. تعال 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 خلوف. ايش لا تخاف. طبعا افضل بيتزا البيتزا النابولية، نابولي وما جورها في ايطاليا كلها. تفضلوا يا اخوان تفضلوا. هذا مطعم مقابل المينا طوالي. هاي الغرفة، انا طالب غرفة ديلوكس. هني الجلسة، مطبخ تحضيري. البلكونة، بلكونة كبيرة ومطلع على ميناء كابري. لكن الحين الوقت مظلم مثل ما تشوفون، الساعة 5:15 الشتاء، الليل طويل. اسم الهوتيل هوتيل بلاتينيوم ماري. هاي مول قريب، 5 دقائق مشي من الميناء. 5 دقائق.
لاحظوا التمثال اللي فوق. من البحر